طبعا عودي معكم لمتابعه عالم الصباح، بحييك اللي انضموا لنا هلا مستمرين لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. نحن وياكم وصلنا مع هبه كل يوم احد. طبعا هبه بتعطينا نصايح جديده مع ضيوفها ومنا كمان نصايح خاصه. الرياضه بشهر رمضان المبارك وكيفيه التعاطي مع الرياضه بشكل سليم جدا، هيدا الموضوع اليوم بواحد اثنين ثلاثه مع هبه زيدان وادوار نصر مدرب رياضي. واحد اثنين ثلاثه. صباح الخير جوزيف لك ولكل المشاهدين واكيد لأدي. بونجور. كيفنا اليوم؟ الحمد لله ماشي بخير. الحال أدي، يعني رح هيك نعمل مثل ملخص سريع عن حلقه هذاك الاحد. حكينا مع المشاهدين وقلنا لهم امتى الاوقات المناسبه انهم يعملوا رياضه بشهر رمضان. اكيد حنذكرهم نرجع انه وقتها قلنا لهم اعطيناهم تيبس انه قبل بساعه من الافطار وبعد بساعتين او بعد بساعتين ونص تقريبا ثلاث ساعات هو الوقت الافضل لممارسه الرياضه، خاصه عم نحكي طبعا بشهر الصوم. واليوم نحن وعدناهم انه لكل السيدات، نحن بنعرف طبعا انه بهذا الشهر الشخص هيك بيصير خلقه اذا بدك اقل لممارسه الرياضه، الحركه هيك بتصير خجوله اكثر، ففي ناس بتبطل لها خلق تنزل على الجيم او تعيش الحياه مثل ما كانت تعيشها قبل هذا الشهر. فنحن اليوم رح نعطيهم حركات فيهم يعملوها بقلب البيت يستفيدوا منها، وهيك بيكون بضلهم محافظين على 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 جسمهم وعلى شكل جسمهم بهذا الشهر. اوكي هبه، نحن بهديك الحلقه تنعمل سمري سريع، حكينا عن الاوقات المناسبه تنعمل رياضه. صح. وقسمناهم حسب نوعيه الرياضه يلي بدنا نعملها. قلنا اذا واحد بده يحرق فات الافضل يتدرب قبل الافطار، يعني تقريبا على الساعه 7، لانه بهذا الوقت بيكون الانسولين بجسمه كثير واطي. صحيح. وبالتالي السكر كمان واطي كثير بجسمه، سو اذا عمل الكارديو رح يحرق كثير فات، و30 دقيقه هي او 35 دقيقه ماكسيموم هي كافيه تيحرق فات بشكل كثير عالي. سو اللي بدهم يحرقوا فات قلنا قبل الافطار، اما الاشخاص اللي بدهم يعملوا بادي بيلدينج او بدهم يبنوا العضل الوقت المناسب هو بعد الافطار. بنفطر بننطر شي ساعه ونص ساعتين تتصير ديجستيون مضبوطه بمعدتنا، وبننزل على الجيم نفطر سوري بنتدرب نفطر مره ثانيه بنتدرب، ومن بعدها بيكون عندنا وقت نقدر نفوت كل النيوتريانس اللي بجسمنا بحاجه لها من بروتين من كربوهيدرات واكيد من المي. اوكي اوكي. وحكينا كمان انه بهيدي الحلقه رح نعمل حركات بقلب البيت. ليش؟ واكثر شيء متوجه للسيدات، لانه مثل ما بتعرفي هبه الشاب لو بساعات متاخره هينا ينزل على الجيم، مشان هيك قررنا انه هذه الحلقه تكون للسيدات. رح نعطيكم حركات تعملوها بقلب البيت وهي اكثريتها رح تشتغل على المناطق يلي بيتراكم فيها الفات. مزبوط. هلا السؤال اول شيء ادي اللي بدنا نساله انه المطارح الاكثر المطارح يلي بيتراكم فيها دهون بالجسم رح نشتغل عليها. مزبوط. اليوم مزبوط. هلا هون هبه تنقول ليش اكثر عند السيدات بيتراكم دهون بالنسبه لوجود الهرمون الاستروجين الموجود عند السيدات يلي هن الريسبتورز تبعوله موجودين باللور بادي تبعيتهم، مشان هيك بنشوف الفات اكثر شيء عند السيدات باللور بادي. وهلا رح نعطي حركات بتختص بهذا الموضوع بتخلي السيدة يشد جسمها بهذه المنطقة وتخليها تخسر فات. طيب أدي، فإذا خلينا نبلش نحن حنبلش أول شيء في عنا طبعا upper body واللور body. رح نعمل على السريع على upper body. أوكي. من بعدها بنكفي كل الحلقة لللور body. أوكي خلي أوكي. أدي بس توقف بليز بالنص. نحن فإذا اليوم حنحرك كل عضلات الجسم وأكثر شيء كمان حنركز على المطارح اللي بيتراكم فيها دهون أكثر من غيرها. مزبوط. واللي كمان مزعجة للسيدة، يعني بمطارح بيكون صعب تتخلص منها للدهون. هول الحركات رح نبلش فيهم ورح بعدين كمان رح نحكي إمتى لازم يعملون وقد الحركة لازم تنعاد وقد الوقت لازم طبعا. هلا كل اكزرسيس رح نعمله لازم ينعمل ثلاثة سريع او ثلاثة ساتس. أوكي. كل سات لازم يكون مينيموم 15 ريبيتيشن، نرتاح نص دقيقة او منعيد. اوكي اوكي، يعني كل اكزرسيس ثلاثة سريع، كل سريع 15 مرة. بنبلش بأول اكزرسيس اللي هو للشولدرز. أوكي. كل العالم بيعرفوه. أنا رح بلش معك يلي هي لازم تكون ايدنا 90 درجة ومن هون بارلل على الأرض. اوكي اوكي، نطلع على الأخير وبننزل. اوكي سو بنطلع على الاخير، هيدي الحركه بتشغل كل الشولدرز، الجروب مسكولار تبع الشولدرز يعني لاترال فرونت ومن باك من ورا. رح نعملها 5 تايمز، 5 4 3 4 اه
اوكي عم بدي عكسك انضم. ثاني حركه للشولدرز كمان، هيدا الاكزرسيس لازم نعمل 15 مره ثلاث مرات. ثاني حركه للشولدرز اللي هي اللاترال يلي بتشغل من هون. قبل ما نكفي بس يعني بحاجه بس على الدامبلز بالبيت قد ايه لازم يكون، كم كيلو؟ فيها تتراوح من كيلو لثلاث كيلو. لثلاث كيلو اوكي. وهيدا كمان دليل انه ما حدا عنده عذر ما يشتغل بالبيت، لانه هيدي الدامبل هي كيلو صح، وفيها السيده تستبدلها بعينه مي وتشتغل. مظبوط اوكي. يا لكن ثاني حركه هي لاترال ريزرز يلي هي بنوقف هيك بتطلع ايدنا لهون اوكي وبننزل بس لهون. سو بنطلع على الاخير رح تشغل هيدي العضله اوكي. لكن اب اند داون 5 تايمز 1 ترجع بتدلنا وين اي عضله بتشغل هيدي العضله اوكي. اوكي 3 4 5 اوكي. عم نعملهم بمختصر تنلحق نمرق على كل الحركات. هلا رح نشتغل على حركه كثير بيعانوا منها السيدات، هي الفات اللي بتراكم بهيدا الاريا. يعني هيدي اصعب مطرح انه يشد، واصعب مطرح لنتخلص من مزبوط. من الفات بهيدي يعني المنطقه. يعني تقريبا فينا نقول 90% من السيدات او حتى اكثر عندها هيدا المشكل صح. ليش؟ لانه هون اول شيء العضل بيكون كثير غميق، مشان هيك كثير مهم نبلش ندربه من قبل ما نوصل للمشكل اللي هي الرولاشمان هون. أوكي. اهم حركه لهيدي العضله هي اوفر هيد اكستنشن يلي هي بتكون ايدي كثير جالسه، بنزل لهون كمان 90 درجه وبطلع. اوكي بنزل وبطلع، عم تشغل كل هيدي الاريا اوكي. سو رح اعملها 5 تايمز 5. هول الحركات طبعا كمان قد يعني قبل الافطار بساعه فيهم يشتغلوها. هلا بما انه الانتنسيتي تبعيتهم منها كثير عاليه، سو فيها سيده تعملها قبل الافطار. أوكي. حتى بعد الافطار اكيد بعد الافطار بيكون افضل. هلا كمان ثاني حركه بتشغل هيدي الاريا كمان، هينه منها ابدا صعبه يلي هي بنحملهم اثنيناتهم كمان، نطلع على الاخير ومننزل، نطلع ومننزل. لكن بعدنا عم نشتغل على الترايسبس من تحت، رح نعملها 5 تايمز 5 4 3 2 1. اوكي اوكي. هلا رح نكتفي بهول للابر بادي لانه ما معنا كثير وقت، رح نشتغل اكثر هلا على اللور بادي. بس قبل ما نقول، بس نحن بالمبدا يعني اشتغلنا شولدرز وارمز. اوكي اهم عضلات. هلا رح نشتغل نركز على اللور بادي لانه تنكون في عنا اوشن ما بالحلقه اللي هو كنا حكيين انه الفات بيتراكم اكثر شيء عند السيدات بهيدي الاريا. صح. بما انه برمضان كثير بتكتر، رح نحكيهم مثل ما هن اللي هن وراك الوراك الفاس من ورا والوراك والفاس والمعده من صح. هون اوكي، لانه الاكل اللي هو في قلبه كثير فات اللي بناكله اجمالا برمضان وسكر بخلي هالفات الستورج تبعوله يكون بهيدا الاريا. اوكي اوكي. بس هون هبه قبل ما بلش على الارض اشتغلهم بدنا نذكر بشغله، انه هو الفات تيحترق ما بيحترق بالحركات لو قد ما عملناه هون، الفات بيحترق بالكارديو بطريقه معينه وبشوط معينين، بس هول الحركات بشدوا الاريا يلي بتراكم فيها الفات. طيب خلينا نحكي، لانه احنا عم نحكي انه هن بالبيت موجودين، ما نزلوا على الجيم، ما نزلوا مزبوط. على الطريق يمشوا، ما راحوا لمطرح بالبيت، شو البديل للكارديو يعني قبل ما يبلشوا هول الحركات ليشدوا؟ فيهم ينطوا على الحبل مثلا؟ لا انا بدي اقول شغله، هول الحركات اللي عم نعملهم فيها تخلص السيده الاكزرسيس، توقف تعير الكرونومتر دقيقه، تركض بيعلو كثير الهارت ريت تبعولها، ترجع تعمل ثاني اكزرسيس، ترجع توقف، لانه نحن وقت نركض بيعلى كثير الهارت ريت. صح. عم تعمل اكزرسيس على الارض بلش يوطى، اول ما يوطى بيكون خلص الاكزرسيس، رجعت علته بهالهارت ريت هي عم تركض، سو عم تحرق كمان فات. لكن بتعمل الاكزرسيس بتقوم تركض دقيقه وبتكفي، نحن ما رح نركض، رح نعلمهم على الحركات على الارض. اوكي اوكي. رح نبلش باللور بادي. باللور بادي بنبلش اول شيء بالمعده اهم شيء. اوكي خذ ريحتك. اوكي اوكي لازم اكيد ننام على الارض. اوكي على طول بالرياضه الرقبه ملقيه على الارض، بنحط ايدنا تحت تيزنا. اوكي الرجلين بده يكونوا ستريت، نطلع لهون وبننزل. اوكي هيدي الحركه بتشغل اللور ابس او عضله البطن من تحت. اوكي اوكي رح نعملها 5 تايمز 5 4 3 2 1. ثاني فيرسيون لها اللي هي كمان للمعده من تحت بنسميها بول ان، كمان اجري بيكونوا ستريت. اوكي فوت لجوا وبطلع. هنا حركات هبه ببينوا هينين على التي في، بس وقت ينعملوا بتكرار عالي منهم ابدا هيك بساعتها ببلشوا يحسوا فيهم. اوكي 3 تايمز بعد 1. طيب two. بعد عندنا دقيقتين تقريبا. اوكي لكن رح نسرع شوي. ثالث حركه اللي هي سيزو. اوكي كمان هيدي الحركه كثير مهمه، ليش؟ لانه بتشغل هيدي الاريا اللي هي اكثر شيء بتراكم فيها فات. اوكي
على كل حال كل السيدات يلي عم يحضرونا، البنات يلي ما عم يلحقوا معنا الحركات، الحلقه بترجع بتنزل على الويب سايت تبع فيوتشر، اكيد بيرجعوا فيهم يشوفوا الحركات مزبوطين مثل ما هن. كمان أوكي. حركه نعم هلا حركه كمان لمطرح كثير بيتراكم فيه الدهون يلي هي الفاس او البيوت. اوكي اذا انا بيكونوا هيك، اللي عندهم وجع ظهر افضل يعملوا هيك ايديهم، ايديا بيكونوا هيك، بتطلع اجري 90 درجة وبتفوت عم تشغل الهامسترينجز من ورا والفاس، نطلع بنشد على الاخير وبنفوت 3 2 1. فينا نصعبها شوي ونبلش نشتغل على الهيبس، كمان بيكونوا ايديا هيك بتطلع okay. لهون الهيب وبينزل 1 2 3. واذا نصير ادفانس اكثر ببلش نعملها سيركلز نبرم 1 2 3. اوكي كلهم 3 سري، كلهم 3 سري، كل سري 15 مره. اوكي وقلنا اذا بتحرق فات بتوقف بتركض وبتكفي. اوكي اوكي هلا رح نشتغل كمان البلانك اللي هي اهم حركه للكور وللمعده. خلينا نعمل معك بلانك. بده يكون جسم قد ايه مهم البلانك ادي؟ البلانك هلا بدي اقول لك عن السيدة طلعت من بعد ما تخلصها على البلانك، لازم يكون جسم كثير جالس، اهم شيء من الظهر من هون ما يطعج. قد ايه لازم نبقى؟ اذا فينا قد ايه؟ 3 2 1. اوكي هي اكيد ما دقيقه بس نلحق نعمل كل الحركات. البلانك كثير مهمه هبه لانه بتشد كل الاريا بهون كل الكور. صح. وهلا الاستديوز اللي طلعوا بيقولوا انه اذا بنعمل كل يوم بلانك 4 مرات كل مره دقيقه واحده بحوالي شهرين نلاقي ريزلتس كثير حلوين بهيدي الاريا. واو اوكي لكن بعد ما انا وقت لا اوكي كنت بعرض تقول لي ايه شوي لا اوكي لكن بنكون انه للمشاهدين شو هن الحركات على السريع اللي يقدروا يعملوها بشهر رمضان المبارك من دون ما يروحوا على الجيم اذا كانوا سيدات تمشان يحافظوا يعني على الشيب اللي وصلوا له قبل رمضان. ادي ثانك يو لانه عن جد اعطينا بريف بشكل كثير مفهوم وكثير واضح، هذيك الحلقه وهيدي الحلقه امتى فيهم يعملوا سبور برمضان، هول الحركات اللي هن كثير مهمين بهيدا الشهر وبكل ودائما يعني بس بهيدا الشهر بالتحديد فيهم يعملون بالبيت اكثر وفيهم يستفيدوا انه هن موجودين ببيتهم سو يشتغلوا هون. مثل ما قلت كمان يشربوا مي، دائما بنقول انه يشربوا مي بعد الافطار كمان بطريقه منظمه بس كمان بكثره بس بطريقه منظمه اكيد، وهو الحركات فاذا يلي قلت لنا اياهم وعرفنا عليهم بيساعدون للشيب تبع الجسم يدل مزبوط ومشدود، بالاضافه دائما ما بدنا اياهم ينسوا الركض يعني يركضوا يعملوا كارديو بين كل حركه وحركه كرمال يكونوا عم بيحرقوا كالوريز والشد ساعتها يطلع بطريقه مزبوطه. 100% صحيح؟ صح. ثانك يو ادي لك جوزيف. ثانك يو هبه، ثانك يو ادي. بالفعل نحن بنعرف قد ايه انت شخص ملتزم بروفيشنال، نحن ناطرينك بحلقات قادمه مع هبه طبعا لنتعرف اكثر على الحركات ممكن مفيده بالبيت. على فكره البلانك مزبوط مثل ما قلت، اذا الواحد عملها بلاقي الفرق لانه انا بسمعها من كذا حدا وانا مجربها. بنشوفكم الله راد نهار احد القادم بحلقه جديده. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين على الصباح، برجع بذكركم ما تنسوا ترسلونا من خلال صوركم لمناطق سياحيه او لمنظر من شرفتكم او ضيعتكم او مدينتكم، والتيكت 2 تيكت نهار الثلاثاء رح نسحب اسم من الاسماء لبافوس قبرص، و30 تيكت رح يتوزعوا خلال شهر رمضان المبارك. بريك قصير ومن بعد البريك رح بنكون مع نائب السلامه المائيه والانقاذ البحري ببيروت وكل لبنان الاستاذ جورج طيار، خليكم معنا.